زمن تاريخي وكأننا أمام تكرار. أما سؤال الحداثة فهو أكثر تعقيدا، رمز للاعتراف والتسامح والعيش المشترك. جمعية أماكن كما لا يفوت من بين الذين بصموا الشأن الثقافي والفكري في المغرب المعاصر. يعلم الجميع بغزارة إنتاجه الأكاديمي. أود أن أفتح شهيتكم لما سيقوله الأستاذ أوريد بصدور آخر إنتاجاته، وهي رواية من بث الرسائل المشفرة والأخرى مفكر النهضة في نهاية القرن 19. هذه الانكسارات التاريخية المتتالية إلى سراب الربيع العربي في 2010 في عجالة. قبل أن أختم تقديم الوجيز ذاتي استضافتي أو استضافة جمعية أماكن إياي لتقديم عملي الذي صدر بآخرة والموسوم بالموتشو. أثار هذا العمل لغطا كبيرا وجلبا، وكان لزاما أن أحدث عنه. طبعا مثل ما يقال، يعني ينبغي أن نقبل بموت الكاتب حينما يصدر عمل ما، يصبح ملكا للقراء ومن حق القراء أن يقرأوا، ولكن شريطة أن يقرأوا. واللافت هو أن هذا العمل يقطع مع ما ذأبت عليه من خلال بعض المحاولات والتي كنت أستوحي فيها التاريخ. الآن استوحيت الواقع وتحدثت عن أشياء حارقة، ربما هذا هو الذي يفسر هذا الاهتمام. الرواية ليست حكيا، الرواية هي مزيج من الحاكم من التفكر حول قضايا، وينبغي أن يتوافر فيها الشرط الأساسي للأدب وهو المتعة، المتعة من حيث البناء والمتعة من حيث اللغة. هل وفقت أم لا؟ لا أدري. الكلمة الفصل والأخيرة تعود إلى القراء. وعلى كل حال أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وما صاحب هذا اللقاء من أسئلة ومن نقاش مثري وغني وجري، وشكرا لكم أنتم رجالات الصحافة، دوركم أساسي كذلك للتنوير وللنهوض بالثقافة في بلادنا. شكرا. حاضر اليوم، لا أدري هل في اللقاء في الكتاب؟ في الكتاب نعم، لأنه في نهاية المطاف مثل ما قلت يعني عرضت لأوجه تنوع ثقافي في بلادنا وللتعايش، ولكن ليست حاضرة كما الأعمال الأخرى. مثلا في زينة الدنيا تحدثت بالأساس عن ابن عامر، فابن عامر كان حاجبا في قرطبة إلى آخره. الآن أتحدث عن واقع مغربي صرف، ولكن قضايا تتجاوز المغرب، وساحة هذا العمل يعني هو بالأساس الرباط الدار البيضاء، وجزء كبير يهم الصحفيين كذلك، وأنتم أدرى بشؤون الصحفيين. شكرا لك بأنه سليمان الريسوني كنت أناديه الموتشو، ولكن الموتشو في الرواية ليس هو سليمان الريسوني، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا أريد أن أحمل موتشو الرواية لا سليمان الريسوني ولا أمين الكوهن، يعني هؤلاء هذان شخصيتان مستقلتان، ولكن كنت حقيقة يعني أنادي. المرحوم واحد السيد سميته محمد بنيس كان صديق مشترك، كان ينادي سليمان الريسوني بالموتشو. وهذا النشاط يندرج ضمن الأنشطة التي تنظمها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم أماكن في إطار الانفتاح على مجال الفكر والثقافة. طبعا هي الجمعية جمعية تربوية، ولكن طبعا مجال التربية لا يمكنه أن ينعزل وينسلخ عن كل ما هو مجتمعي وكل ما هو فكري وثقافي. في هذا الإطار تنظم الجمعية مجموعة من التظاهرات الثقافية والتظاهرات التربوية. انفتحنا اليوم على الأستاذ حسن أوريد، ليست هذه أول مرة، ولكن هذه مناسبة للاطلاع على الكتب الجديدة والإصدار الجديد الذي
ألفه الأستاذ حسن أوريد، وهو عبارة عن رواية الموتشو. طبعا إصدارات الأستاذ حسن أوريد هي إصدارات كثيرة وغنية، وهذا الإصدار أردنا من خلاله أن تكون هناك فرصة لكي يطلع الجمهور على هذا الإصدار الجديد للأستاذ حسن أوريد، وفتح النقاش معه حول القضايا التي تطرق لها هذا الكتاب الجديد، خاصة القضايا المتعلقة بالعالم العربي وانفتاحه على الحداثة وانفتاحه على العالم المعاصر، وكيف يكون هناك تفاعل ما بين العالم العربي ومحيطه الخارجي، تفاعل يكون فيه نوع من الإيجابية ونوع من تطوير هذا العالم العربي. وطبعا الاطلاع على هذا الإصدار الجديد سيمكنه من معرفة فحوى هذه الرواية، وأشجع القراء على اقتناء هذه الرواية لمعرفة الأفكار التي تعج بها هذا الإصدار الجديد للأستاذ حسن أوريد. استضافة مفكر ومبدع وروائي من حجم الدكتور حسن أوريد هو من أجل فتح نافذة لطلابنا في هذه الكلية وفي جامعة محمد الخامس للفكر والإبداع عموما، لأنه اليوم العودة للكتاب هي أساسية، والعودة لقراءة المتون الروائية هي أساسية لطلابنا، وأيضا خاصة في فترة يعني انتشرت فيها أكثر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحنا أمام شباب لا يقرأ كثيرا. إذن عندما نفتح آفاق هذه الكلية لمفكري لمبدعي لكتاب، فهي فرصة لهذا التحاور لاكتشاف الكتاب، لتلمس المعرفة من خلال الكتاب ومن خلال الورق، وهي مهمة أساسية بالنسبة للجامعة. يعني نريد أيضا أن تكون فرصة للأندية الثقافية وخاصة أندية الكتاب لأجل الاحتفاء بالكتاب والمعرفة الإنسانية بصفة عامة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.